عيشوا عليا يا سير ربي بيروش يا سير ربي بيروش يا سير ربي بيروش. ها احنا جنا لكم الصاط بيروش وغادي نربي واحد الكوب اللي زوين الصاط وغادي نشوفوا كل شيء باذن الله. دارك هادو هما الفريخات هما راه وصلوا شو داروا لي في كرطونة. دراري شوفوا اللهم بارك فريخات قولوا لي واش قاول بني ولا ما قاول بنيش. اللهم بارك وزيد فيه. انا عطاك 20 درهم في الوقت سعرات اللوز كركاع اكاجو كاوكاو تقدر تعطيهم لهم كليناهم حنا. دونك الدراري انا عارفهم قاول بوني ونصبوا عليا ب 300 درهم ولكن هانيه ماشي مشكله خويا ولكن هانيه الفلوس موجوده. وشوف ولا بغيتي تخرج على فراخك كمل هذا الفيديو. واش الدراري واش مونغا اجي 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 هنا فين مونغا؟ صباح الخير. قلت صباح الخير. واش الدراري واش الدريات صباح الخير معاكم ياسير فلوغ جديد عشيري. اش اخباركم الدراري واش اخباركم الدريات؟ نتمنى تكونوا صبحتوا بخير الامور ديالكم مزيانه لا نتوما لا الفريخات ديالكم. مونغا عشيري هذا الله يجزا عشيري. الوغ الدراري اليوم ان شاء الله كونسيبت جديد ما تديوش على هذا النشير وهذا الشيء صافي ركز معايا الصاط انا اليوم عشيري كونسيبت جديد. الو عيط لي معاد الصباح صراحه ما كنتش غنفيق دابا ولكن عيط لي معاد دونك خاصنا نفيقوا الصاط. عيط لي معاد قال لي خي ياسير انا جايب لك البياسات ديالك اشنا هما هاد البياسات وشنو لافير بقيتو عليا ياسير ربي بيروش ياسير ربي بيروش ياسير ربي بيروش. ها احنا جنا لكم الصاط بيروش وغادي نربي واحد الكوب اللي زوين الصاط وغادي نشوفوا كل شيء باذن الله. الو غدراري دابا غادي نفطر الصاط وغادي يجي عندي معاد وديك الساعه ان شاء الله غادي نبداو الفيديو غادي نشوفوا الفرخ غادي نستافدوا غادي نوريكم اش توكلوهم اش تشربوهم وبيان سور غادي نحاولوا نستافدوا بما اننا الدراري انا عارفين ما مجهدش بزاف البيروش ولكن كاينين دراري اسامه ومعاد اللي تبارك الله عندهم ما يقولوا في البيروش وبما انهم الصاط كيفاهموا في البيروش مزيان غادي الصاط نعصروهم غنحاولوا نعصروهم ونخرجوا منهم الماكسيموم ديال المعلومات هكا الصاط حتى نتوما تستافدوا والبيبليك الصاط ديال البيروش حتى هو يستافد. يعني صراحه الله تشوف لي شحال من مره نتوما كتسولوني خويا سير حتى دير لينا بيروش اصاحبي ها هو جا النهار اللي غنديروا لكم بيروش. دراري خونا مول الفريخ هذا دونك غادي نبداو. جا عندنا خونا فينا مشهور واش مو هذا الله يحفظك عاشور فينا الشيء الشيء مزيان غتولي الكليان ديالي اليوم اليوم غادي نسري من عندك البياسة مزيان شريحة سير واش عشيري أسامة واش أسامة شكون ما صرت شعرك اليوم انت كيفاش لافير لا دا بروبليم هذا الشيء ارى لي فراخ ديالي جيب لي فراخي فيه فلوس دراري يلا الصاط نشوفوا الفريخات. الله دراري اللعيبه انا كنصور ولا كيصور شوف غنجري عليك من اليوم تشوف دراري هادو هما الفريخات هما راه وصلوا شو داروا لي في كرطونه اسمع اسمع كرطونه اجي الصاط نشوفوا واش جاب لنا معاد واش قاول بني في الثمن ولا كيفاش هادشي ايوا من فوق سير ودكرست بانجل دراري شوفوا اللهم بارك فريخات قولوا لي واش قاول بني ولا ما قاول بنيش كيف انا فريخات زوينين اللهم بارك وزيد فيه انا عطاك 20 درهم في الواحد لا 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 صبر 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 قبل ما نتعامل مع الدراري طيب الو الدراري غادي نحاولوا نستافدوا شويه من الدراري وغادي نحاولوا نسولهم على الماكله على اش نوكلوا اش نشربوا الفريخات والدراري كلهم غادي يفيدوكم. دونك الدراري شنو غندير انا واسامه بما ان السي اسامه خبير في البيروش ياسر غيعتبر راسو بحال ما عمرو رب الفراخ اوكي ياك وغادي يسولني انا اسامه وحنا غنبداو نجاوب سيرو بما انكم كتسولوني الدراري دي كيسيون على البيروش ولا اش نشربوا كيفاش نتعاملوا معاهم من اتل زيب غادي هادشي نحاول نعطيه للدراري هما يجاوبونا باما انهم زعما العصاره ديال التخ ديال البيروش هما هادو. شوف بلا بغيتي تخرج على فراخك كمل هاد الفيديو.
الو غدراري دابا غادي نجي الصاط نسول الدراري وبما انهم تبارك الله عندهم ما يقولوا في لي بيروش شنو كتوجه باغي تضربني ولا كيفاش فاصا فاصا يلا اجي نجا هنايا وانا هنا دراري انا دابا بغيت نمشي للسوق ونتقدى فريخات ديال بيروش علاش شنو غادي نعتمد باش غادي نعرف الفريخات بصحه جيده وكيفاش غادي نعزلهم كيفاش غادي نعزلهم زعما اول حاجه الدراري غتشوف واش الفريخات موكدين واش كيتحير كيتحركوا مزيان فاش كيتحيروا واش كيتحيروا مزيان دونك الدراري شوفوا البياسات واش كيتحركوا مزيان في القفص واش كيبانوا لك راهم مرقدين ولا مكوبرين فوالا حاول تضرب على الريش ديال الفرخ شوف الفرخ كيفاش داير ثاني حاجه اللون ديال الكير النشوه اللون ديال اللون ديالاش الكير شنو الكير هذا النيف اوكي اوكي الذكر يكون الكير ديالو ازرق انتي ويكون الكير ديالها ابيض ولا مار الا كان الكير ديالها زوقيه بزاف هذا معنى انها معطله بزاف دونك هادو هما المعايير الاوليه باش نعزلو فريخ يكون ناضج ثاني حاجه نقلبوا السدير ديالو واش الفرخ عامر ولا ضعيف الا كان السدير عامر مزيان وكاين اللحم الفرخ مهلي عند مواليه ومزيان الا كان الفريخ ضعيف اما فيه شي مرض اما ما كانش مهلي عند مواليه ولا كاين شي مشكل اوكي دونك هذاك ايفي الا خديتي راه غتحمر يقدر يصدق لك يقدر ما يصدقش دونك الدراري موعد وراكم كيفاش تشريو فريخ وكيفاش تعزلوه اوكي دابا النظام الغذائي الدراري شنو غادي نوكلوا هاد الفرخ دراري واحد المعلومه بالنسبه للنظام الغذائي اسامه اندويو مع الدوينا ما بغيتش نحتكر الفيديو كامل راسي دونك دونك الدراري بالنسبه للنظام الغذائي خاصكم تعرفوا شنو هما الاحتياجات ديال الفرخ شنو كيحتاج الفرخ شنو هما المواد اللي كيحتاج الفرخ وتمشي تقلب على فاش متواجد ملي غادي تعرف هاد المعلومات هادو غادي تولي انت سيد ونفسك غتولي انت تعرف تعزل الماكلة الفريخات ديالك بحال الناس اللي متبعين الريجيم ديال المسكيلاس خاصهم احتياجات من هادي وهادي 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 راه متواجدين مجموعة من المواد الغذائية ما كاينينش غير في الروز والطون وما هادشي اللي صاف هادي ندير ريل بهاد المزيكا سمع واخا شو ما عرفتش واش غتشد ليكم فيها واحد ندير فيديو ويانا لا لا ما كايناش بالصوت تاعهم واقف على الروز سمع سمع صافي شي حاطه مليحه في المعارف وشي ارى ارى الو الدراري نتمنى الصاد يكونوا فادوكم الدراري شويه اش عطيتهم دابا كيفاش زيد هاد كيفاش تزيد الفريخ كيفاش تزيد الفريخ اوكي الدراري نظام غذائي غيكون فيه شي حاجه فيها البروتينات قلبوا نتوما شي حاجه فيها الكربوهيدرات طالعه مزيان فوقيت البرد وشي حاجه فيها الدهنيات فوقيت البرد باغ اكزومبل البيض الصفر ديال البيض المسلوق يكون زايد فوقيت البرد ويكون ناقص الصيف المكسرات اللوز كركاع اكاجو كاوكاو تقدر تعطيهم لهم كليناهم شحنا كليناهم شحنا تعطيهم لهم شويه منهم فوقيت البرد ولكن في الصيف ما ديرهمش لهم انا صراحه انا دراري نتوما عارفين ما كنفهمش بيروش بزاف دونك قلنا علاش لا صوت ما نعيشوش هاد ليكسبيريونس هادي ونشوفوا واش غيديروا عندنا الفريقات واش غيبيضوا ولا ما غيبيضوش وكذا شنو الاحتمال الاولاد اللي غادي يعطيو الاحتمال انهم يعطيوك شي حاجه قريبه للريمبو فهمتي دوك الريمبو ديال القريعه اللي كيبيعوا ب 200 درهم يعطيوا لك هادو 100 فهمتي دونك الدراري هادو هما البياسات اللي جاب لنا الاخ معاذ اشي شي اسامه انت دابا اللي غادي معايا انت كاع عندك معاك في الثمن اسامه عشيل اسامه الثمن ديال هادو بالروز و 300 درهم سير بحالك هز الستابيليزاتور ديالك سير بحالك قالك 300 درهم ما يسطيني انا 300 درهم حتى من 300 درهم ما كيدخلهاش في يوتيوب سير اصاحبي انت انا يوتيوبر راه مشهور خلاص لا ولا كيتخلص مزيان من يوتيوب عاود خسر على راسك شويه وخسر على فراخك وتشلى فريش واش هذا هو الثمن ديالك ليا اسمع 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 300 درهم ليا بجوج غتقول شي حاجه غنهزك ما عرفتش لا لا صافي مابقاش نهزك غتقول شي حاجه غنهزك معلم غتقول شي حاجه غنهزك وما عرفتش هادشي اللي كتفهم دونك الدراري انا عارفهم قاو البوني ونصبوا عليا بهاد 300 درهم ولكن هانيه ماشي مشكله ولكن هانيه الفلوس موجوده العاقة موجودة هذا 70 درهم ديال الترونسبور 200 درهم ديال أسامة مسكين صافي سير فين هي 50 هذا هو البلان الدراري هما مالو لي قصاص بنطوع الصاط اللهم بارك شوف الصاحب راه السلعة ديال المسرح اصاحبي كيفاش كانوا في المسرح كيطيروا اصاحبي انا زايدين عندي كبروا ولاد اللهم بارك انتاج ديالك انتاج كبروا لا لا لا
دونك هذا هو البلان الدراري. نتمنى انك تكون شتي الفريخات, تكون استفدتي, تكون وصلات الفكره, وشتي الفريخات اللي خدا ياسر بلوز. كيف قلت لكم الدراري, شتي الفلوس اللي خدا معطويه والله الا موجه. نتمنى تكون شفتي الفلوس اللي معطويه, استمتعتي معنا بالفلوس. هذا هو البلان الدراري. نتمنى انك تكون استفدتي, وصلاتك الفكره, شتي اثر الفريخات اللي خدا ياسر بلوك, الفلوس اللي خدا معطويه شفارتي. هذا هو البلان الدراري, كان معكم ياسر.